بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتي الأعزاء، طلبتي المرحلة الرابعة، مادة إرشاد جمعي. أخذنا في الفصول الخمسة الأولى أشرنا إلى المهارات القيادية المختلفة، إلا أننا لم نتحدث عنها تفصيليا، لكن بهذا الفصل سوف نصف مهارات معينة نرى أنها ضرورية لقيادة جيدة. إذا ما كنت قد تدربت على بعض هذه المهارات في المقابلة أو الإرشاد، سوف تعد مسميات بعض المهارات، لأنها هي المهارات الأساسية في مهارات العلاقات الإنسانية. من هاي المهارات راح أعددها ونبدي نشرحها واحدة واحدة: مهارة الاستماع النشط، ومهارة الانعكاس، ومهارة التوضيح والاستفهام، ومهارة التلخيص، ومهارة الربط، ومهارة تقديم المعلومات والمحاضرات المصغرة، ومهارة التشجيع والدعم، ومهارة إشاعة جو إيجابي، ومهارة النمذجة والإفصاح الذاتي، ومهارة استخدام العينين وهي هاي يعني جزء من لغة الجسد، ومهارة استخدام الصوت كذلك نعتبرها من لغة الجسد، واستخدام طاقة القائد، وتحديد الحلفاء. حلفاء نقصد بيها يعني من عندنا مشكلة نجيب أفراد يعني المعنيين بهاي المشكلة فنسميهم الحلفاء، والتفاهم متعدد الثقافات. كل هاي مهارات أساسية بالعلاقات الإنسانية يجب أن أنتبه عليها بالجلسة الإرشادية. راح نبدي أولا بمهارة الاستماع النشط، أو نقول عليه الإصغاء الفعال. يستلزم الاستماع النشط الاستماع إلى المحتوى، الصوت، ولغة الجسد لدى الشخص المتحدث، كما ينطوي أيضا على إعلام الشخص المتحدث إنك تستمع إليه بالفعل، يعني تبين له أنت تتصغي إليه بشكل فعال ومنتبه عليه، مو هو يتكلم المسترشد وإحنا ما منتبهين أو دنسولف ويا أحد ثاني، لا. ومن المحتمل أن كثيرا منكم قد تدرب على الاستماع إلى الشخص المتحدث على أساس شخص إلى شخص، فالاستماع النشط كقائد للمجموعة مهمة معقدة للغاية. يعني مو تتصوروها وقولون يعني شنو هو إحنا دا نسمع وانتهى، لا، هاي فد مهمة معقدة للغاية، لأنك تستمع لكل الأعضاء في آن واحد وليس لمجرد الشخص المتحدث. ومن ثم يريد القائد أن يكون على وعي بما يشعر به الأعضاء وما يفكرون فيه عندما لا يتكلمون، يعني هم راح يتكلمون وبعدين راح يسكتون، لازم أنت تعرف بشنو دا يفكرون من هم ساكتين. فالأسلوب الرئيسي الذي يستخدمه القائد من أجل تحقيق ذلك هو تفحص الحجرة بحثاً عن أي إيماءات غير لفظية، خصوصاً تغيرات الوجه وتحركات الجسد. هاي من يسكتون إحنا نلاحظ هاي الأمور. نحن نأمل في أن تقدر صعوبة هذه المهارة، فمن الصعب أن تنقل للعضو المتكلم إنك تستمع إليه بالفعل، وفي الوقت نفسه تستمع إلى الأعضاء الآخرين من خلال التعرف على رسائلهم الصامتة. نحن ندعوك إلى ممارسة هذه المهارة في أي وقت مع مجموعة من الأصدقاء أو الأسرة أو الزملاء، يعني كتدريب. انظر ما إذا كنت ستستقبل أكثر من مجرد محتوى الشخص المتكلم، حاول التعرف على ما يفكر فيه الآخرون وما يشعرون به. هذه المهارة ربما أكثر من غيرها ضرورية للقيادة الجماعية الناجمة، ومع ذلك يحاول كثير من الطلاب أن يكونوا قادة ماهرين
دون أن يصبحوا مستمعين نشطين. فإذن إحنا ما يصير نكون قائدين ماهرين قبل أن نكون مستمعين نشطين.